هذا السد قديم جدا، يقال انه قبل الاسلام، يقال انه من بناهم يهود خيبر، يسمى الصهباء. طبعا تم ترميمه عدة مرات. كيف البناء؟ شوف حتى الدرج محطوط عتبات تقدر تنزل معها. ارتفاع عالي جدا صراحة. ما شاء الله متماسك جدا. قال انه ايضا تم ترميمه عدة مرات. شوف الدرج العتبات. هنا فيه ماء مثل الأمطار. أنا ما أدري إيش فائدتها هذه، بس أكيد إنه ما وضعته إلا لسبب تثبيت أو شيء. اليوم نمشي ولا جينا كسار السد. هنا يظهر الماء في الأسفل، طبعا واضح انه كان له وصلة الى الأخير. شوف لحظة، الجهة الثانية، فيمكن على مدار السنين انفصل. هذا أثر واحد لقينا، أكيد إنه في آثار كثيرة في هذا الوادي. بس بالشمس ما لا يبين. شوف حتى مليس بالطين، أحلى كلام.